بكرة تشوفي أنا هبقى إيه؟ في فيلم البطنية اللي مثلته نادية الجندي وأحمد زكي ومحمود ياسين وفريد شوقي، كان الفنان أحمد زكي بيمثل دور سفرود، وده لما اختاره المؤلف والسيناريست مصطفى محرم عشان يقوم بالدور بعد ما نجحه في مسرحية مدرسة المشاغبين، واللي قالت مدام نادية الجندي عنه: أنا إزاي همثل قدام واحد ما بيستحماش؟ وكلنا عارفين أحمد زكي كان بيتقمص الشخصية وبيعيش فيها، فده كان بيخليه المشاهد بتاعته في الفيلم يكررها أكتر من مرة، يتقن الدور يعني. وده اللي خلى المنتج محمد مختار يقول: هو أنا جايب وجه جديد عشان يكلفني أكتر؟ ونجح أحمد زكي في تمثيل دور سفروت وأصبح نجم شباك.